لتنفيذ البرنامج اللي قرره جلالة الملك محمد السادس نصره الله الهادف إلى تعبئة غلاف مالي قدره 10 مليار درهم لمكافحة آثار جفاف، وضع القرض الفلاحي للمغرب مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص غلاف مالي إضافي ديال القروض بقيمة 6 مليار ديال الدرهم في إطار التضامن ديالو مع الفلاحة ومربي الماشية لمكافحة الجفاف. هاد المبلغ غادي يستافدوا منه الكسابة باش يمكن ليهم يشريوا العلف ويحافظوا على القطيع ديالهم، وغادي يستافدوا منه كذلك الفلاحة اللي كيديروا الزراعات الربيعية باش يتمكنوا أنهم يعتنيوا بها، واللي عندهم الأشجار المثمرة باش يتهلاو فيها بالعمليات اللي خصها كالسقا والدواء. هاد الشيء زيادة على التمويل ديال إعادة تكوين القطيع ديال الأبقار الحلوب والمساهمة كذلك في تزويد السوق الوطنية بالحبوب اللي كتلزم والعلف ديال الماشية. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 لاروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غنتكلموا على وسائل ترشيد المياه ديال السقا. كيودع المغرب اقتصاد الماء من الأولويات في السياسة المائية الجديدة دياله، بهدف مواجهة الظروف الصعبة للموارد المائية عبر وضع استراتيجية الاقتصاد الماء وتتمينه في الفلاحة السقوية. من خلال هذه الاستراتيجية ديال اقتصاد الماء اللي كانت مندرج ضمن التدابير الأفقية لمخطط المغرب الأخضر، تتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تجهيز حوالي 50% من المساحة الإجمالية المهيئة على الصعيد الوطني لتقنيات السقي الموضعي بالتنقيط اللي هو الكوتاكوت على مساحة ديال 550 ألف هكتار في أفق 2020. وتمت عملية تجهيز المساحات الفلاحية المهيئة لتقنيات السقي الموضعي عبر التحويل الشامل للسقي الخارجي والسقي بالرش إلى السقي بالتنقيط، وكتمكن هذه التدابير حسب المعطيات المنشورة من تخفيف من الإجهاد المائي اللي كيتعتبر العقبة الأساسية أمام الرفع من الإنتاج الفلاحي. وقبل وضع استراتيجية اقتصاد الماء وتتمينه في الفلاحة السقوية، كان الفلاح والمغاربة كيستخدموا السقا التقليدي وكيتم عبر السقي الخارجي المعروف لدى الفلاحين بالربطة، لكن هذا النوع من السقا كيؤدي لضياع نسبة كبيرة من الماء دون جدوى، علاوة على أنه ما كيساهمش في زيادة الإنتاج الفلاحي عكس السقي الموضعي اللي يمكن من اقتصاد نسبة جد مهمة من الماء وكيخوي الانتاجية الفلاحية. وتم إدخال مجموعة من الأساليب العصرية في تدبير الطلب على الماء، في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في هذا الرقعة من التراب الوطني، بالإضافة إلى التحكم في استهلاك المياه والأحواض الفلاحية المسقية، لا سيما فيما يخص الرفع بالإنتاجية وتثمين هذه المادة الحيوية وخلق 480 منصب شغل قار وتحسين ظروف عيش ما يقارب 2300 فلاح، ضمنهم 81 كيمتلكوا استغلاليات فلاحية صغيرة كتقل المساحة ديالها على 5 ديال الهكتارات. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 لاروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. لتنفيذ البرنامج اللي قرره جلالة الملك محمد السادس نصره الله الهادف إلى تعبئة غلاف مالي قدره 10 مليار درهم لمكافحة آثار جفاف، وضع القرض الفلاحي للمغرب مجموعة من الإجراءات،
منها تخصيص غلاف مالي إضافي ديال القروض بقيمة 6 مليار ديال الدرهم في إطار التضامن ديالو مع الفلاحة ومربي الماشية لمكافحة الجفاف. هاد المبلغ غادي يستافدوا منه الكسابة باش يمكن ليهم يشريوا العلف ويحافظوا على القطيع ديالهم، وغادي يستافدوا منه كذلك الفلاحة اللي كيديروا الزراعات الربيعية باش يتمكنوا أنهم يعتنيوا بها، واللي عندهم الأشجار المثمرة باش يتهلاو فيها بالعمليات اللي خصها كالسقا والدواء. هادشي زيادة على التمويل ديال إعادة تكوين القطيع ديال الأبقار الحلوب والمساهمة كذلك في تزويد السوق الوطنية بالحبوب اللي كتلزم والعلف ديال الماشية. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.